بس طلب لسه صغير قبل ما نكمل، مطلوب من كل الموجودين صوتوا لمراد قبل الساعة 7 في هدعة بوستار الإنجليزي ريفاخ 13 لنمرة 4333، ثالث مرة ثلاثة. وشكرا. كانت الموسيقى عند اليونان إلها مقتدرا، بنوا له هياكلا عظيمة ومذابحا فخيمة، إلها دعوه أبلون، وقد كان يحمل القيثارة في يساره ويمينه على الأوتار، رأسه مرفوعا تمثل العظمة، وعيناه نظرتان إلى البعيد وكأنه يرى أعماق الأشياء. أدعو إلى المنصة الأخ رأفت كيوف رئيس المجلس ليلقي كلمة، فليتفضل. أهلا وسهلا بالكل، مساء الخير. أتقدم بهذه الأمسية بأحر التهاني والتبريكات للمطرب مراد على تقدمه في برنامج نيو ستار ووصوله إلى هذه المرحلة بعد تصفيات عدة، وإنك وصلت لهنا اليوم لأنك تسلك طريق الشهرة والنجاح، وها نحن نعتز ونفتخر بوجود نجم صاعد صاحب الصوت الجبلي المميز، فنراك نجم صاعد وسيف لامع، وعلى صوتك اليوم شبيبة أسفيا جامع. باسمي وباسم مجلس الشبيبة في أسفيا نتمنى لك أن تكون طريقك مكللة بالزهور وأجمل العطور، وأن تنجح في حياتك وطبعا في برنامج نيو ستار. بعد إشي صغير بحب أضيفه، بما أن رئيس مجلس الشبيبة في أسفيا، إحنا اليوم الأمس اللي عملناها مع دعم العم سمير أبو فارس، عملناها من ميزانية المجلس تبع الشبيب اللي هي ميزانيه قد صغيره. اذا نحن نتوجه لكل شخصيه وشخصيه موجوده في القاعه، ان كان اهالي وان كان شبيبي، تدعمونا قدر الامكان، ان كان من ناحيه معنويه وكمان من ناحيه مصاري، لانه احنا شبيبه اسفيا بنشتغل عشان شبيبه اسفيا وعشان بعد كثير شغلات ثانيه. شكرا لكم. ادعو الى المنصه الشاب صاحب الموهبه المميزه ليمتعنا بمقطوعه يعزفها على الجيتار، الشاب سري أبو سعدة، فليتفضل. Thank you.
اليوم التقينا وأمام عيوننا هدفا فيه من الحساسية والرهافة ما يجعله مشتركا لجميعنا، فلنرفع نخب الشاب الفنان مراد أبو فارس الذي اشترك في سباق الأغنيات نيو ستار، وكلنا هنا نشجعه ونقدم له الدعم المعنوي الكبير متمنيين له النجاح والتفوق. مراد ليس مجرد شخصا ولا مجرد شابا، مراد هو عضو فعال بداخل مجلس الشبيبة، وهو واحد من قلب المجموعة، واحد نعتز ونفتخر به، واحد ووحيد اتخذ من الموسيقى دربا، ولعله درب النجاح يا مراد. قال جبران أن الموسيقى هي لغة النفوس والألحان، نسيمات لطيفة تهز أوتار العواطف. الموسيقى هي أنامل دقيقة تطرق باب المشاعر وتنبه الذاكرة وتنشر ما طوته الليالي من حوادث أثرت فيها بماض عبرت.